حبوب رهيبة، حبوب جبارة، هتخلصك من دهون بطنك مهما كانت عنيدة ومهما كان بطنك كبيرة جدا، حتى لو كان وزنك فوق 100 كيلو هينسف بطنك نسف، هيشلك كتل دهون عنيدة ما نزلتش منك من سنين، هيدعمك بالطاقة وبالحيوية، يحسن من جمال بشرتك وشعرك، هيحرق الدهون عندك بدون رجيم وبدون أي رياضة ولا أي تعب. وصفة رهيبة، لو فاتتك هتندمي ندم عمرك. رهيبة يا بنات لنحت البطن وإزالة دهون الكرش فوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بإخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة بقى يا حبايب قلبي جايبة لكم وصفة حلوة قوي قوي وسريعة جدا وصحية قوي، تنفع للكبار وتنفع للصغار وتنفع ليك للي بترضع كمان، يعني ممتازه لجميع الاعمار وما فيهاش ملهاش اي اثار جانبيه وصحيه قوي، لتنزيل دهون البطن عن طريق الاخراج بشكل سريع وفعال جدا جدا. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا، بالله عليكي ادعميني باللايك، ولو مش مشتركه دوسي اشتراك وفعلي الجرس تلاقي مني ان شاء الله كل جديد. بصوا حبايب قلبي، اهم حاجه واهم من الوصفه طبعا زي ما بقول كل مره طريقه استخدامها، فبالله عليكي تابعي معايا الوصفه للاخر هتستفيدي جدا جدا، وعلى ضمانتي الوصفه دي ممتازه. اول مكون معايا في الوصفه دي وهو الاساسي هيبقى البسله الخضراء، حبوب البسله الخضراء. حبوب البسله يا بنات من الحاجات الرهيبه 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 لتخسيس البطن عن طريق الاخراج بطريقه فظيعه، وليها طريقه معينه هنعملها دلوقتي هتنسف دهون بطنك نسف. هتجيب البسله بالشكل ده زي ما انت شايفه، وهتبداي ان انت تفصصيها لحد ما تبقى زي ما انت شايفه كده حبيبات، تمام، وهتغسليها كويس قوي، تمام. هتبداي تجيبي طبق بالشكل ده كده اهو، وهتبداي تجيبي حبوب البسله بتاعتك، هتاخدي ادي معلقه، طبعا بعد ما تفصصيها هتعدي معلقه 2 3، هتاخدي 3 معالق من حبوب البسله الخضراء، وهتبداي ان انت تفرميهم فرم ناعم جدا في المطحنه او الكبه لحد ما يبقوا ناعمين خالص. دي اول خطوه في الوصفه، هفرمهم وهرجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي انا فرمتهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهي، بقت زي ما انتم شايفين مفرومه خالص خالص، تمام. هنحطها على جنب علشان هنحتاجها طبعا. الوصفه دي هتحسن من جمال بشرتك جدا وشعرك، يعني مش بس هتفيدك في تخسيس البطن، لا هي كمان هتلاقي فيها نتائج حلوه قوي قوي لشعرك ولبشرتك وللصحه العامه عموما. وفي وصفه ثانيه يا بنات هنعملها بعد الوصفه دي، فركزي معايا في الفيديو علشان الوصفه دي مهمه جدا، الوصفه الثانيه مهمه قوي. هنبدا ان احنا ناخد برطمان بالشكل ده، يعني بيسيع لتر واحد من الميه، سواء برطمان او سواء اي حاجه عندك بتسيع لتر من الميه تقدري تستخدميها عادي. هنبدا ان احنا ناخد النعناع المجفف، وممكن تحطي نعناع فريش عادي، وده طبعا بيبقى حلو قوي لو فريش، ولو متوفر عندك حطيه، او ممكن تحطي النعناع المجفف زي ما انت شايفه بالشكل ده. هتاخدي من النعناع المجفف يعني بمقدار معلقتين، لو عندك نعناع مجفف مطحون هتحطي معلقتين منه، او ممكن تحطيه زي ما انا محطاه كده، تمام. النعناع من الحاجات الحلوه جدا جدا للبطن ولتخسيس البطن، وكمان تنظيف القولون بسرعه ان شاء الله. هبدا ان انا بعد ما خدت معلقتين من النعناع المجفف بالشكل ده، هبدا ان انا اخد حبايه واحده بس من الليمون، حبايه صغيره، يعني لو عندك ليمون كبير كبير هتحطي نص حبه من الليمون، لو ليمون صغير هتحطي واحده بس من الليمون الصغير، تمام. هنبدا ان احنا نقطع الليمون، واهم حاجه ان احنا نغسل الليمون بتاعنا كويس قوي من بره، لان انا زي ما بقول في كل وصفه تخسيس يا بنات قشر الليمون بالبذور من الحاجات الرهيبه جدا جدا والافيد كمان في تخسيس البطن، فاحنا بنستفاد من الليمونه كامله مش بنعصر الليمون، احنا بناخده بالقشر بتاعه. فهبدا ان انا اقطعه قطع صغيره بالشكل ده، وهحطه بالشكل ده كده مع النعناع بتاعي، تمام. هنبدأ بقى نحط كمان عليهم
معلقه من المكون السحري ده، وده هينضف لي غازات السنين. الوصفه دي هتنضف الغازات والامساك والسموم اللي في البطن والدهون السامه، هتنضف لك جسمك جدا. لو عندك دهون على الكبد هتشيلها لك. الكمون من الحاجات الرهيبه، هتبداي تاخدي معلقه كبيره من الكمون، ممكن تستخدميه بودر او ممكن تستخدميه حصى، ده او ده عادي جدا. تمام. طبعا معايا هنا بقى حبوب البسله اللي احنا طحناها. طبعا احنا بنطحنها علشان تدينا نتائج وتتفاعل معانا. هنبدا ان احنا ناخد الحبوب اللي احنا طحناها وهنبدا ان احنا نضيفها معانا مع المكونات بتاعتي دي. الوصفه دي كمان تنفع للاطفال من سن 10 سنوات بالشكل ده. هتبداي بقى تنزلي عليهم بميه تكون ميه مغليه، بس صبرتي عليها شويه. اللي هو ازاي يعني؟ احنا غلينا الميه بتاعتنا، بعد كده هنستنى عليها تهدى حوالي 5 دقايق جوه الكتل او جوه البراد، وبعد كده هننزل بالمكونات عشان المكونات فيها ليمون، فما ينفعش ان احنا ننزل عليها بميه مغليه على طول، لازم نصبر 5 دقايق الميه تهدى سنه وبعدين ننزل عليهم علشان ما نفقدش فوائد الليمون. تمام. طبعا انا ما غليتش البسله او سلقتها، لانها احنا عايزينها زي ما انتي بالطريقه دي، لان الطريقه دي هي اللي هتحرق الدهون عن طريق الاخراج. هنبدا نقلب بالشكل ده المكونات بتاعتي، وهنبدا ان احنا نغطي، هنبدا نغطي البرطمان بتاعنا بالشكل ده اهو. تمام. وهنبدا ان احنا نسيبه متغطي كده لمده حوالي مثلا 15 دقيقه متغطي خالص. بعد ال 15 دقيقه او الربع ساعه يعدوا، بعد ما غطيناه 15 دقيقه وسبناها، هتبداي تعملي ايه؟ هتبداي تجيبي زيت زيتون، وهتبداي ان انت تاخدي من زيت الزيتون بتاعك حوالي يعني ربع معلقة صغيرة من زيت الزيتون ده، بعد ما نسيبهم متغطيين لمدة ربع ساعة، بعد كده هننزل بزيت الزيتون. ما ينفعش بعد على طول ننزل بزيت الزيتون، بنستنى شوية، بعد كده بنقلبهم بالشكل ده. وبعد كده حبايب قلبي بنسيبهم يعني حوالي مثلا نص ساعة كاملة تاني، وبعد كده بنبدأ نشربهم. ممكن تعملي الخطوة دي من بالليل لحد الصبح، هي لا كل ما بتقعد اكتر كل ما بتفيدك اكتر. ممكن تعمليها وتسيبيها، ممكن تعملي كمية كبيرة. طيب المشروب ده هيتشرب ازاي؟ بصي حبيبة قلبي، الناس اللي عايزة تخسس منطقة البطن فقط هتشرب من المشروب ده كوب واحد على الريق، تمام، وهتستمر عليه. الناس اللي عندها عايزه تخسس الجسم كله هتشرب اللتر ده كامل قبل كل وجبه. هتقسم اللتر ده على 3 مرات في اليوم، قبل كل وجبه هتشرب كوبايه، قبل كل وجبه بنص ساعه هتشرب كوبايه 3 مرات في اليوم. ده لو عايزه تخسسي جسمك كله. لو عايزه تخسسي منطقه البطن فقط هتستكفي بكوبايه واحده على الريق. تمام. طب بقيه الكميه عامل فيها ايه يا ميه؟ بقيه الكميه هتشيليها عندك في الثلاجه وهتطلعيه تدفيه وتشربيه. تقدري تعملي 2 لتر كمان، بيقعد معاكي اكتر من 10 ايام وما بيفسدش خالص، بس بيتحط في الثلاجه وبيتشرب دافي. تمام. استمري عليها، رهيبه، هتحسي بفرق حلو قوي من اول ما هتستخدميها. يعني تاني يوم هتلاقي بطنك بدات تشتغل، هتلاقي نفسك بداتي تدخلي الحمام اكتر من مره، هتلاقي الدنيا عندك سلكت خالص وهتلاقي بطنك بدات تنزل. تمام. طيب دلوقتي بقى هنعمل مع بعض طريقه حلوه قوي قوي، دي لازم تعمليها مع الوصفه دي علشان احنا عايزين جسمك كده يبقى مشدود والدنيا عندك تظبط. وعايزه اقول لك الوصفه دي حلوه قوي قوي لشد الجسم والسلوليت، بيشد الجسم وبينحت البطن يا بنات، وكمان بيشيل الكرمشه او السلوليت او الترهلات اللي بتكون في البطن او في اي جزء في الجسم، علشان لما تخسي جسمك ما يبقاش شكله وحش او بطنك تبقى مكرمشه او مترهله. هتبدأي تجيبي معايا هنا زيت جونسون، وممكن تستبدليه بزيت الزيتون. هتبدأي تجيبي معلقة من زيت جونسون للأطفال، أو ممكن زيت زيتون، ممكن زيت زنجبيل يبقى حلو قوي. وهتبدأي ان انتي تجيبي معايا هنا النسكافيه، تمام، أو القهوة سريعة الذوبان، وهتبدأي تحطيها على الزيت بالشكل ده كده اهو. تمام. وهتبدأي ان انتي هتجيبي معايا هنا الخل الابيض، او ممكن تحطي الخل التفاح، هتاخدي منه بس مقدار
معلقه صغيره من الخل الابيض، وهتبداي تقلبيهم كويس قوي. تمام. طبعا الخل الابيض ما بيتحطش على الجسم خام علشان غلط، فهنبدا ان احنا نزود عليه معلقه تانية من الميه علشان نكسر حديه الخل عشان ما يحصلناش التهاب في الجسم. تمام. وهتبداي ان انت تاخدي المكونات دي وتدهنيها على بطنك المترهله والمكرمشه، وهتسيبيها لمده ساعه كامله، وهتغسلي بطنك كويس قوي. هتستخدمي ده مع ده، يعني الاثنين مع بعض هيدوكي نتائج حلوه قوي، وممكن تستخدمي ده لوحده وده يا بنات علشان الكرمشه او الترهلات فقط. يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسونيش في اللايك فضلا وليس امرا، والسلام عليكم.